ولد الشيخ في صنعاء عودة تحمل في طياتها محاولة جديدة لإعادة بناء المسار السياسي المتناثر، لكن هذه العودة بدت محفوفة بالمخاطر وأمام أفق مسدود، حيث تعرض موكب المبعوث الأممي لإطلاق نار من قبل عناصر الميليشيا فور وصوله إلى العاصمة صنعاء بحسب بيان للخارجية اليمنية، علاوة على التصريحات اللاذعة للمتحدث باسم الميليشيا والتي انتقد فيها الدور الأممية معتبرا إياه غير مجد، وهو ما يعد تلميحا بالامتناع عن مقابلته بحسب مراقبي. زيارة ولد الشيخ جاءت عقب لقاءاته مع الشرعية في الرياض وحصوله على موافقة مبدئية لإبرام اتفاق وقف العمليات العسكرية خلال شهر رمضان القادم. وبحسب مراقبين فإن تحركات ولد الشيخ تأتي ضمن المبادرة الأوروبية التي تقدمت بها ألمانيا للأمم المتحدة في الفترة الأخيرة، وتتضمن الخطة بحسب مصادر حكومية أن ينسحب الحوثيون من مدينة وميناء الحديدة على أن تتولى الأمن فيها قوات يمنية لم تشارك في النزاع. وتشير الخطة أيضا إلى فتح مطار صنعاء الدولي أمام حركة الملاحة الجوية تحت مراقبة الأمم المتحدة، بالإضافة إلى وقف العمليات القتالية خلال شهر رمضان والدخول في محادثات سلام جديدة بعد أن يتم تفعيل لجان وقف إطلاق النار. وفق هذه البنود المذكورة سابقا والتي يرى فيها البعض إعادة لبعث مبادرة كيري مع بعض الترميمات، يتحرك ولد الشيخ في مهمته التي تبدو أكثر تعقيدا من ذي قبل بالنظر إلى السلبية الواضحة في تعامل الميليشيا وما تحمله هذه المبادرة من تسوية مجحفة قد لا ترقى إلى التأسيس لسلام دائم.